بتابع ام تي في الايف وبفقره سانتي دكتور روان صعب اختصاصيه غدة سماء وسكري موجوده معنا لليوم. وموضوع الساعه يلي بنحكي كلنا عنه وما كثير بنعرف شو عم بيصير هو الميتابوليزم او متلازمه الايض. ليه هي متلازمه؟ ليه هي سيندروم موجود؟ موجودك متلازميه الايض هي ميتابوليك سيندروم. اذا بدنا نسهلها شوي شو يعني سيندروم؟ سيندروم لنعملها بطريقه كثير كرتونش يعني سلة بنحط فيها أغراض مع أساس بيشبهوا بعضهم بس وجودهم سوا بيعملوا حالة طبية. فميتابوليك سيندروم هي وقتها بتصير بتتكتل حالات طبية معقولة تودي لمشاكل صحية بالمستقبل. وهودي المشاكل من ثلاث أنواع، يا مشاكل شريان عم نحكي عن الجلطات أو عم نحكي عن مشاكل قلب أو حالات سكري من النوع الثاني أو حالات ثانية معقول تكون كمان خطرة. فالميتابوليك سيندروم هو معقول يودينا لهودي الحالات الطبية اللي عم نحكي عنها. والميتابوليزم شو هو؟ الميتابوليزم هو كيف جسمك عم بيحرق، هاي هي عملية حرق الجسم. ميتابوليك سيندروم يعني في عندي مشكلة بالحرق بالجسم أو باستعمال الطاقة بالجسم. ميتابوليك سيندروم إذا بدنا فيها تكون هي إكويفالنت أو مثل بتودي لمقاومة الأنسولين، إنسولين ريزيستنس. إنسولين ريزيستنس بعد 10 سنين رح تودي لسكري من النوع الثاني. ولأنه الشغلات أو الحالات الطبية اللي بتجتمع بقلب الميتابوليك سيندروم خطرة، هيدي معقول تودي لمشاكل شرايين. نعم دكتور، ليش في ناس عندهم الميتابوليزم عالي بيحرق جسمهم كثير وناس بيحرق اقل؟ هل في اسباب طبيه لهيدا الموضوع او هي تكويني فقط بالغدد وبطريقه عمل الجسم وغيره؟ هي في عده اسباب او عده عوامل معقول تودي لميتابوليزم يشتغل مثل ما لازم. يعني اكيد قصه تكوينيه، الجينيتيك تبعولنا، شو عندهم أهلنا، شو في مشاكل صحية بالعيلة، في كمان نحن نوع الأكل اللي بناكله، قديش في كمية عضل بالجسم. مثلا الميتابوليزم عند المرأة بيكون أقل من الميتابوليزم عند الرجال عادة، لأنه كمية العضل بتكوينها للمرأة أقل من العضل عند الرجال. اللي بيعمل رياضة الميتابوليزم تبعوله أكيد أكثر من غيره، أسرع من غيره. والحالات الطبيه في عده حالات طبيه، مثلا وقت الغده الدرقيه ما عم تشتغل، هيدي فيها توصل لمشاكل او خفه بالميتابوليزم. بس هيدي بتجي تكويني، يعني تكويني الجسم ما بتجي بسبب شيء معين، يعني اسباب خارجيه او اسباب اكل او نمط حياه او غيره. يعني من لما بيخلق الانسان بنعرف قد ايه الميتابوليزم تبعه قوي او لا؟ فيها تكون مثل ما قلنا في عوارض هي خاصة بالتكوين، مثل ما في عوارض خاصة بنحن شو بنعمل بجسمنا. يعني على طول بننصح العالم تعمل رياضة زيادة كرمال يصير الميتابوليزم أسرع، بنخفف من أكل الدهون وبنزيد من أكل البروتينات، هذا رح يسرع الميتابوليزم. إذا في مشاكل صحية لازم نحلها كرمال الميتابوليزم يقدر يمشي أفضل، يعني طريقة حرق الجسم بتكون أفضل. هلا ميتابوليك سيندروم مش يعني ميتابوليزم مش ماشي، الميتابوليك سيندروم هي حاله طبيه. الميتابوليك سيندروم مثل ما قلنا في عده عوامل مفروض تكون موجوده لتكون هيدا ريزيستانس الانسولين او مقاومه الانسولين. هن خمس عوامل: ارتفاع الضغط او استعداد ارتفاع الضغط، عم نحكي ضغط تقريبا اكثر من 13 على 9، استعداد سكري او سكري يعني مخزون سكر أكثر من 5.7%، يكون عندنا دهون زيادة بالجسم خصوصا على منطقة الخصر أكثر من 80 سنتي عند النساء وأكثر من 90 سنتي عند الرجال. وأكيد هيدا بتتغير حسب الشعب اللي عم نحكي عنه، مثلا الشعب الأسيوي عنده أرقام غير تبعولنا وعلى طول بتتغير من سنة عن سنة بنغيرها. هيدا اللي بتسمعي عنه بنحكى عن أبل شيب، شكل مثل التفاحة، أو عنا بالمنطقة كرش الوجاهة بنحكى عن الرجال. يكون التريجليسيريد أو الشحوم بالجسم أكثر من 150 ميلي جرام بالديسيليتر، والأش دي إل اللي هو الكوليسترول الجيد إذا كان أقل من 45 عند الرجال وأقل من 55 عند النساء، هيدي بتعرض لوجود ميتابوليك سيندروم. نحن مش عايزين هودي الخمسة كرمال يكون في ميتابوليك سيندروم، ثلاثة من أصل خمسة بتكفي تنقدر نشخص الحالة. كيف نعرف؟ يعني شو العوارض يعني ممكن يعطيها هيدا المشكل؟ الميتابوليك سيندروم عادة بتمشي مع زيادة الوزن، خصوصا مثل ما قلنا الوزن الابل شيب، الشكل مثل التفاحة، يعني بنصحها على منطقة الخصر والأكيد.
أكيد. فنحن وقتا منكون عم نعمل الفحوصات تنشوف أو نقدر نشخص البدانة أو اشتراكات البدانة، عطول منفتش على الميتابوليك سندروم، لأنه كل ما نقدر نعالجها بكير كل ما نقدر نتفادي مشاكل كتير خطرة تجي من وراء الميتابوليك سندروم. العوارض نحن منقدر نحس بأشياء غير الشكل دكتور، يعني الشخص اللي بلش يعمل ميتابوليك سندروم بيكون عم بحس يمكن ما بعرف بده ينام اكثر، بيجوع اكثر، بكريفينج للسكر اكثر، يعني عم قدر انا ما بعرف قد ايه مزبوطين 100%. لانه الخمس مشاكل اللي بتودي للميتابوليك سندروم، اول وحده قلنا مثلا ضغط او استعداد ضغط، في علامه تحس بارتفاع بالضغط الدم تبعونهم، او وجود سكري، اذا في سكري يعني عندنا العوارض اللي نحكي عنها عاده بالسكر، التبول الزايد او العطش الزايد او الوزن عم بخف بلا ما نعرف كيف، او اذا كنا بحاله الوزن اللي عم بخف بس بتضل منطقه البطن موجوده. صحيح، هيدي مشكله الميتابوليك سندروم، هي الوزن الزايد على منطقه الخصر. مش هيك نحن وقتها بدنا العالم نساعدهم تتخلص من الوزن، من سر يكون هذا الوزن على منطقه الخصر، لانه هذا الوزن يعني دهون على الاعضاء تبع الجسم الاساسيه بهيدي الحالات، يعني الكبد والبنكرياس. الشوغر كريفينج كنت عم تحكي عنها شغله كثير مهمه، لانه قبل ما يصير عندنا سكري اذا عندنا ريزيستنس تو انسولين، يعني الجسم عم بيقاوم فعل الانسولين، اوتوماتيكيا البنكرياس بده يزيد كميه الانسولين بالدم، هيدي بتودي لهبوط سكر، وهبوط السكر بده يعمل شوغر كريفينج اكيد. بصير الشخص حس انه لازم ياكل أكيد. سكر عم بيطلع باله سكر اكثر من العاده، الحركه بتبطا، يعني بصير الانسان ما عنده كثير نشاط، او الحركة بتبطأ حسب شو الحالات الموجودة سوا، يعني كل ما زادت البدانة وكل ما زاد الوزن على الخصر أكيد بيزيد التعب زيادة. حكيتي عن شغلة تانية مهمة، إنه الإنسان إذا بيصير بينعس أكثر، نحن بنعرف إنه التريجليسيريد وقتها بيرتفع دغري بعد الأكل بيصير في حالة نعاس زيادة، بتشوفي عند العالم اللي بيقولوا لك ضروري نام بعد الغداء، ضروري اقعد على التلفزيون أو باكل لقمة وبنعس كثير. مليون بالمية، في ناس ما بيقعدوا ياكلوا بالنهار لحتى يقدروا يكملوا نهارهم وشغلهم أكيد، حتى يعني لهالدرجة. دكتور ممكن توصل للغذاء، يعني بما انه ذكرنا التيرويد هي معقول هل متلازم تاثر على الغده او لا بس العكس؟ هي معقول تكون العكس، يعني الغده هي تاثر على الميتابوليزم او ميتابوليك سندروم اكيد، بس اللي بنخاف منه اكثر شيء مش التاثير على الغدد، اكيد بنحكي عن السكري، وجود السكري مشاكل قلب وشرايين وجلطات، بس بنعرف كل ما زاد البدانه زياده اللي هي موصوله بالميتابوليك سندروم، اللي بنعرف انه في 13 انواع سرطان بينشوا دغري عن الاوبيزيتي او السيربوا، يعني واحد يكون عنده وزن زايد، ب 2030 بنتوقع انه يصير عندنا 20 نوع سرطان يكون هو سبب مباشر للوزن الزايد. او شو هن التوب اكثر شيء باللي عم نحكي؟ اذا عند النساء في ستدي، عند الرجال البروستات اكيد، عند اثنين مشاكل سرطانات بالجهاز الهضمي، يعني بنكرياس، كبد، مصران، معده، مشاكل بالرواية، سرطانات تتعدد، ومثل ما عم قلك كل سنة عن سنة عم نشوف انه الفاكتور دو ريسك او الحالة المعقول تودي تخليك عندك استعداد السرطان، البدانة على طول عم بتبين، دراسات بتفرجيها هيدا. الفحوصات هي فحوصات دم؟ الفحوصات اجمالا وقتها بيجي لعنا الشخص تسهلها. وهو الاختصاصي غدد صماء. صحيح. اختصاصي بغدد صماء. صحيح. لأنه اللي بيكون عم يشتغل على الميتابوليزم بنعرف نحن على شو عم نفكر، بس أكيد كل الزملاء بيعرفوا شو يعني سندروم ميتابوليك، لأنه بيتأثر بعدة شغلات، مثلا طبيب القلب دغري بيلاحظ وقت التريجليسيريد عالي وفي سكري أو استعداد سكري، على طول بيعملوا ريفيرل، يعني هون المرضى بنرجع نحن بنشوفهم، والشخص اللي بده يهتم بعلاج الميتابوليك سندروم الوزن الزايد نحن بنقول لازم يكون في مالتي ديسيبلينري ابروتش، عدة اختصاصيين من بيناتهم اختصاص الطبي، البسيكولوج أكيد خصوصا إذا عندنا مشاكل بالأكل أو علاقة منا صحية مع الأكل، الدايتيشن اللي بدها تقدر تعمل الكالكول تبع الميتابوليك ريت وقديش الكالوريز اللي لازم ناخذها، والفيزيوثيرابوت، لأنه ما ننسى أن العالم اللي عندهم مشاكل بالوزن عندهم مشاكل مفاصل كتير. وكمان اذا بدهم يرجعوا يبلشوا حركه او رياضه او غيره تيكونوا عم يعملوها بشكل مدروس وعلمي. دكتور بدي تابع بالموضوع، بدنا نحكي طبعا عن الحلول والعلاجات، باخذ وقفه صغيره وبنرجع.
نرجع لحديثنا عن الميتابوليك سيندروم او متلازمه الايض مع دكتور روان صعب اختصاصيه غده صماء وسكري. موضوع مهم كثير، يمكن ببدايته بنحس انه هو يمكن موضوع شكلي او تجميلي او انه انصحت وضعفت وغيره، ولكن هو موضوع طبي 100% وممكن يودي لامراض كثيره ومنها السرطانات. اكيد. منشان هيك بدنا نرجع ونحكي عن هالموضوع، نتابع بالفحوصات، انه بينعمل فحوصات دم وبيكون في هيك مثل اشخاص مختصين، كذا شخص مختص لحتى يقدروا يعطوا العلاجات. اذا بدنا نوصل للعلاجات، العلاج إذا بدنا نحط العلاج مثل بكل علاج بدني لازم نقسمه على ثلاث أقسام. أول شيء تغيير بنمط الحياة، يعني دايت، يعني رياضة، يعني اللي بيدخن بده يخفف دخان، اللي بيشرب الكول بده يخفف الكول، وما ننسى النوم. صار عندنا مشكلة كتير كبيرة بالنوم، وخصوصا مع التليفونات الذكية اللي عندنا يون هلأ والبلو لايت تبعولهم اللي بيمنعنا ننام بالطريقة الصحيحة بالوقت الصحيح. فاللايف ستايل كتير مهم. وإذا بنحكي عن الدايت، نمط الحياة اليوم اللي عنا إياه صار كتير بيشجع يكون في ميتابوليك سندروم. نحن مننصح يكون في أقل ترانس أنساتشوريتد فاتس، يعني البروسس فود، الوجبات اللي بيكون فيها تصنيع زيادة، السناك بارز. الكل بيقول يلا ما عندي وقت باكل سناك بار، بيمشي الحال بسد الجوع، وهودي البارات كلياتهم فيهم فات بكميه منا مقبوله. الانساتشوريتد فاتس اللي بيبينوا اكثر شيء باللحمه او بالكل شيء من البيضات، يعني الحليب، الجبنه وقت يكونوا اكيد كامل الدسم، الكوكونات اويل اللي صارت كثير على الموضه هلا، اتس ان انساتشوريتد فات ما فينا ناخذهم قد ما بدنا، والبالم اويل اللي موجود بالحلويات بالشوكليت سبريدز، هيدا كله ذي ار انساتشوريتد فاتس، يعني معقول يعملوا لنا مشاكل كثير بكميه الدهن بالجسم، يعني بفوتوا فات اكثر من ما لازم من صحيح. بكميه حتى لو كانت صغيره، حتى لو كانت صغيره بتزيد التريجليسيريد وبتخفف الاتش دي ال. نعم اكيد لازم يكون الفواكه والخضره والقمح الكامله والشوفان، نوعيه الكربوهيدرات تكون كربوهيدرات سريع. خليني اخذ اتصال قبل ما نتابع. الو بونجور. يا هلا، تفضلي، مين معي؟ معك رانيا. اهلين، سميتي. بدي اسال جيل دكتوره روان. نعم. بنتي عمرها 8 سنين. اوكي. طلع عندها كوليسترول عالي. نعم. هي ما بتاكل، بعتقد قال لي الحكيم بما فيه. نعم. طلع عندها 213، فعملت لها فحص ال دي ال اتش دي ال، طلع ال اتش دي ال 130. اوكي. فقال لي انه عالي بس عملي له دايت. نعم، في حدا بالعائله عنده؟ بيو. بلش عنده عن عمر صغير ولا لا؟ بلش عن عمر صغير، حتى عائلته بيا كلهم يعني. اوكي. كوليسترول عالي. شو السؤال؟ بنتي بتعمل سبور، بتتبع الفوز، بتعمل جمناستيك، بتعمل كثير قصص. نعم. بس هي بتحسيها على بطنها عندها شوي وزن زايد. اوكي. سؤالك هو اذا الدايت لحالها بتكفي؟ دايت لوحده ايه، بس قلت سهر، بس بحس ما عم بيعطي نتيجه، يعني ما عم تضعف. اوكي. بعمل لها البحث الجمعه الجايه. نعم. لحتى اشوف اذا نزل ولا لا، بس بدي اسال الدكتوره انه في شيء انعمل غير اني عم بعمل دايت؟ اوكي، شكرا لاتصالك. وسبقت سؤالنا كمان، كان بدنا نحكي عن الاولاد اذا بيصيبهم هيدا السندروم ولا لا. السؤال هو هل دايت لحاله بكفي او لازم يندعم بدواء؟ لا، ما كثير قدرت سمعتها على الخط، بس حسب ما فهمت انه عندها كوليسترول عالي وبالعائله في كوليسترول. هلا في عندنا شيء اسمه فاميليال ديسليبيديميا، انه بالعائله يكون في كوليسترول عالي. في عالم لو بياكلوا سمك مشوي وخضره كل حياتهم رح يضلوا ال دي ال اللي هو الكوليسترول العاطل رح يضلوا مرتفع. اذا ال دي ال تبعوله نوعا ما مقبول، اكيد الدايت ضروري، يعني 130 130 على عمر 8 سنين، يعني على عمر 18 سنة رح نكون بال 180 190، يعني من الاول بنحط البلان شو لازم نعمل، وساعتها حسب شو بيطلع النتائج بنقدر نحن نعالج بالطريقه الصحيحه. بس عمر 8 سنين كثير مهم من هلا يتعودوا الطريقه الصحيحه بالاكل، الطريقه بس الصحيحه بالحركه. مثل ما ذكرتي دكتور، يعني كمان بفتكر هو الكيس انه قالت لي ما عم قالت الست انه ما عم يتغير كانه الوزن،
يعني لهلا بعد شهر ما بين شيء نتيجه، اذا ضلت هيك وما بين نتيجه هون بحاجه لادويه، وهون بنوصل كمان للعلاجات صحيح. منشان هيك بده يشوف البيدياتريك اندوكرينولوجيست يقرروا اجمالا قد ايه لازم ينطروا على الدايت. يعني الدراسات بتقول 3 اشهر بس شفتي ارقام كثير عاليه انه حرام تضيعي وقت وتنطري 3 اشهر. ال 130 فيها تنطر 3 اشهر على الدايت وترجع تعيده. ال دي ال ما لازم نتذكر انه مش بس قصه شحوم، يعني المقالي، التشيبس، المايونيز، كل شيء، بونشوز، سكروري، السوسيت، هودا كله الدواء مش اسهل لولد؟ يعني هيك وهيك رح يوصلوا لدواء ولا لا؟ مش ضروري، ممكن يخلصوا من المشكل، ممكن يقدروا يهدوا المشكل بطريقه الاكل. بس اذا فاميليال ديسليبيديميا هودي هي، اذا فاميليال ديسليبيديميا هذه حاله جينيتيكيه يعني موجوده بقلب العائله، لازم هيدي نطببها. وساعتها بتصير بتقولي شو نوع الدواء اللي بدي اعطيه وباي سرعه مفروض اقدر اتحكم انا بالال دي ال كرمال اتفادى المشاكل، لانه ولد عمره 8 سنين بتعطي الهم مع الوقت. دكتور شو الادويه ولا شو نحن بنعطي الدواء؟ بنعالج الاسباب يلي موجوده او بنعالج اشياء ثانيه؟ اليوم كمان عم نسمع بالابر يلي عم تنعمل يلي هي اساسها للسكر وعم تنعمل لخساره الوزن وصار معترف فيها عالميا، هل هي كمان من ضمن العلاج؟ هلا العلاج على طول مثل ما قلت لك، اول شيء لايف ستايل. يعني كثير سامعين عالم عاملين عمليه قص معده ورجعوا نصحوا، وهذه بسموها فيلير اوف سيرجري، فيلير اوف تريتمنت، لانه الاول عتبه هي اللايف ستايل موديفيكيشن. ما فينا انه قصينا معدتنا صار فيها ناكل اللي بدنا اياه. نفس الشيء بالادويه، الادويه هلا المعترف فيها اللي عندنا اياها بلبنان هن نوعين، الحبوب اللي هن البيبروبيوم والنالتريكسون، شغلتهم يخلوا حاسه الشبع تكون عاليه والشخص ما ضلوا عنده جوع. وهلا المودة العصر اللي هي الابر جي ال بي 1 ريسبتور اجونست اللي موجودين اللي هن معترف فيهم عالميا للبدانه هن ساكسندا ليراجلوتايد والفيجوفي اللي هو السماجلوتايد اللي ما عندنا اياه بلبنان. لسوء الحظ عم يستعمل ادويه سكري كرمال نقدر نحافظ على الوزن، هن منهم ادويه وزن. والدوز الموجوده بالدواء الابر اللي بنستعمل للسكري نقول اسمه اوزمبيك، لانه هذا اللي عندنا اياه بلبنان، وكل شيء في انفلونسرز وسوشيال ميديا صاروا يحكوا بالاوزمبيك. حتى في اشخاص من نقابه الاطباء وبجمعيه الاندوكرينو بلبنان كتبوا مقالات بجرايد انه بعالم مش اذا الانفلونسر قال لازم ناخذها بنعمل لحالنا قصه وبناخذ هذا الدواء. هودي الادويه جي ال بي 1 ريسبتور اجنست كثير مهمين، بس ما فيهم مين ما كان ياخذهم، يعني في حالات بينعطى، في حالات بس بهالحاله. اليوم نحن عم نحكي عن حاله طبيه مش حالة عم نحكي عن دايت. اكيد بحاله طبيه اذا عندنا متلازميه الايض وعندي استعداد سكري واوبيزيتي وبي ام اي، بنحسب حسب البي ام اي البودي ماس اندكس. يعني هودي الادويه مسرحين للبدانه ان كان عم نحكي عن ساكسندا او فيجوفي، اذا البي ام اي اكثر من 30 او اكثر من 27 مع واحد من الاشتراكات تبعوا الوزن السائد. دكتور اذا الطبيب وصف ادويه ان كانوا حبوب او ابر شو ما كانت البراند تبعهم، اليوم عندهم سايد افكتس؟ او اذا هالاشخاص عم نحكي عن حاله مرضيه، اليوم نحن ما عم نحكي عن الدايت، بهالحاله المرضيه واذا مضطرين ياخذوهم على مدى العمر، عندهم عوارض جانبيه كثير او مقبوله؟ هلا العوارض الجانبيه حسب شو هو الدواء اللي عم ناخده، والعوارض الجانبيه موجوده مع كل انواع الادويه. نحن هون بدنا نعمل كوست بنفيت، يعني اذا انا هذا الدواء رح ينفعني اكثر من رح يضرني ساعتها إلا معنى اخذه، اذا رح يضرني اكثر ما ينفعني ما إلا معنى اخذه. اذا عم نحكي عن الابر لانه اكثر شيء عم ينحكى فيها هلا السايد افكت انه الاثار الجانبيه. لا انا ما عم بحكي عن الترند دكتور، انا عم بحكي عن هالكيس، عن هودي الكيسز اكيد، لانه حتى نحن طبيا يعني هون الكيسز ما حدا بيوصف لحاله، هون كيسز عم يتابعوا من طبيب، من قبل طبيب صحيح. وحتى نحن كأطباء وقت بدنا نستعمل هودي الادويه لحاله طبيه لازم ننبه العالم على شو معقول يتوقعوا، يعني الاثار الجانبيه مثل عيط نفس، مشاكل بالهضم، اسهال او امساك، في عالم ما بتتحمل هالادويه ابدا، في اشخاص معقول يعملوا التهاب بالبنكرياس، بانكرياتيت اكيو، وهذا بدنا ننتبه فيها اكثر على مدى قد ايه؟ يعني هون من بعد قد ايه من العلاج؟ في عالم بتعملها من اول ابره، في عالم بتعملها بعد سنه او سنتين علاج، ما فينا نعرف. والحبوب؟
والحبوب نفس الشيء بيعملوا وجع راس، شويه ميجرين، قلق، لعيه نفس، عسر بالهضم. ولازم نقول انه مش كل العالم تتجاوب على هالادويه. طب اذا ما تجاوب على هالدواء شو الحل؟ بدنا نلاقي غير ادويه نقدر نعطيهم اياهم. بس نبقى بالادويه او في عمليات ممكن تنعمل؟ العمليات بتنعمل في حالات كان البي ام اي البادي ماس اندكس اللي هي الوزن على الطول مربع اكثر من 40 او 35 ل 39.99 مع وحده من الاشتراكات اللي بتجي من وراء الوزن الزايد، او اقل اذا في سكري ومنه منظم. يعني هول العمليات بنعطيها. هون عم نحكي عن عمليات البدانه. صحيح. تمام. عندي اتصال. الو؟ الو بونجور. يا هلا، تفضلي. تفضلي. وحياتك. انا معي سكري صار لي شيء 4 سنين. نعم. 5 سنين. بس انا بس بيطلع السكري كثير باكل، يعني بيطلع بالي حلو، بشرب مي كثير اوقات، اوقات بحس حريق بالبول. اوكي. شو ال عم تاخذي دواء؟ ايه عم باخذ جلوكوباج الاكس ار، وعم باخذ دواء كوليسترول اسمه سيمفاستاتين 40 ملي جرام. شو السؤال؟ سؤال انه انا عم حس حالي انه عم برجع بنصح من ورا السكري، بدي بس تقولي دكتوره انه شو لازم اكل بس انه للسكري الاشياء مثلا. نعم. في اكل لبنه، جبنه، الحمات. نعم. شكرا لاتصالك، ومعي دقيقه لجاوب. هو جواب شوي يمكن شوي دقيق، شوي طويل. اكيد لازم ترجع تشوف مع الطبيب الوصف للجلوكوفاج اذا في داعي نحط دواء ثاني يساعدها بقصه البدانه مع السكر اللي تستفيد. وطريقه الاكل لازم النصايح الصغيره اللي نعطيها عاده، ما يكون في كميه كربوهيدرات يعني نشويات سريعه، يعني ما تكون اكثر من 50% من وجبه الاكل. تنوع اكلها قد ما فيها، تكثر المي، العالم تنسى تشرب مي، نعمل رياضه، واكيد فيها تستعين باختصاصيين التغذيه اللي هي شغلتهم يقدروا يعملوا بالانس حسب الادويه والحاله. دكتور روان صعب، اختصاصيه غده الصماء وسكر، شكرا كثير لهالتوعيه اللي عملتي لنا اياها اليوم. واكيد دائما استشاره الطبيب هي الاولى والاهم لحتى ما نكون عم نروح من مشكلة لمشكلة تانية. شكرا لك، رح أخذ وقفة صغيرة وبنرجع.